أعتقد تعب الشعب الإيراني من سياسات الرئيس أحمد نجاد بالفعل، ويريدون التغيير بداخل الحكم، كما أنه نحن نعتقد الرفض الكثير للمحافظ للإصلاحيين للترشيح، لأن هم يعتقدون أن الشعب لو كان يصوت كان يصوت لمصلحة الإصلاحيين بكثرة، وهم رفزوهم حتى لا يدخلوا بالبرلمان بل يأخذوا أكثرية مقاعد البرلمان. نعم. نحن نريد النووية لتقوية الشعب ولتقوية إيران ولقوة إيران، لكن لما نرى وطني إيراني شعبي، لكن لما نرى أنه في بعض الأحيان نعم. الإصرار على هذا الملف بشكل غير دبلوماسي يعملونها الحكومة أحمد نجاد، هذه الإصرار بيوصل إلى ضعف الإيراني الاقتصادي، بيوصل إلى كذا الأمم المتحدة أن يصدر قرارات يوميا وعقوبات وخصوصية، وهذه يؤثر على الشعب وتأثيره مباشر على الشعب. نحن نعتقد لازم كان هذه الملف هذه الورقة ما لعبت جيدا معها. مسألة النووية نحن كنا نسمع أنه هذه شعبية بيكون شعبية بداخل الدول العربية أكثر من داخل إيران، ونعتقد أنه هذه بمعنى أنه السيد أحمد نجاد بيعمل على الشعارات الذي بيحبه الناس، وما يريدون يدفعوا ما بيريدون يدفعوا من حكوماتهم، والسيد أحمد نجاد يدفع من قبلهم ضرائب على حساب شعب إيراني. لهذه شعب إيراني لا يريد لا يحب كثير هذه السياسات. مثلا قضية هولوكاست شو بيخصنا؟ نحن ننتقد أن الرئيس يتدخل بشيء لا يفيد إيران ويضر إيران اقتصاديا وسياسيا وأشياء أخرى، ولكن هذا حق ربما، يعني هو يتفوه بحقيقة يعجز بعض الحكام. نحن ندعو كل الحكام العرب أن يستفيدوا من هذا الحق، لماذا نحن فقط نستفيد من هذا الحق؟ استعراضات العسكري لكل البلد شيء عادي، وأنا لا أعتبرها في إطار قضية إزالة إسرائيل من الوجود، لأنه لا نعتقد يمكن إزالة